الحل النهائي لمشكلة رسالة الخطأ اللي بتظهر في طابعات ريكو، والطابعة اللي معانا ريكو افيشو اس بي 3500 اس اف. الرسالة اللي بتيجي بمجرد ما بنشغل المكنة بالشكل اللي قدام حضرتك، بتبدأ المكنة تعمل حاجة اسمها انيشاليزنج، يعني بتبدأ في ضبط الاعدادات، وبعدين بيظهر على الشاشة رسالة الخطأ اللي بتقولك كول سيرفيس اس سي 491. هنتغلب على الرسالة دي ازاي ونحل المشكلة دي ازاي؟ ده اللي هنشوفه في الفيديو ده. تابعوا معنا الحلقة دي حتى النهاية. الحل الأول للمشكلة دي هو استبدال خرطوشة الحبر بحبارة جديدة. نبدأ نركب الحبارة الجديدة وبعدين بنشغل المكنة ونتأكد ان رسالة الخطأ اختفت تماما من الظهور على الشاشة، والمكنة جابت لنا على الشاشة ريدي، يعني جاهزة للطباعة. زي ما واضح قدام حضراتكم، المكنة بدأت تعمل وارمنج اب وبعدين ظهرت كلمة ريدي على الشاشة، وبالتالي المكنة كده اتصلحت ومفيش اي مشكلة خالص. ولكن الحل ده مكلف جدا جدا جدا. الحل البسيط للمشكلة دي هو حل في او حل جميع مشاكل الحبارة، يعني المشكلة بتندرج في الحبارة فقط. تعالوا بينا نتعرف على الخطوة التانية لحل المشكلة دي. الحل التاني للمشكلة دي هو استبدال الشريحة القديمة بشريحة جديدة، وبعدين بنركب الحبارة بالشكل قدام حضرتك وبنجربها ونتأكد ان المشكلة اتحلت ولا لا. كمان للمشكلة دي حل تالت، وهو وجود مشكلة في تقفيل الحبارة، يعني الحبارة تم تغيير الحبر ليها مثلا والتقفيل بتاعها كان مش بالطريقة الصحيحة. هنبدأ نفك أجزاء المكنة أو أجزاء الحبارة بطريقة صحيحة وبعدين بنقفلها من تاني ونركبها في المكنة، ونتأكد إن المشكلة اتحلت بطريقة سهلة وبسيطة. خلاصة المشكلة هو وجود خلل في الحبارة، سواء المشكلة دي كانت في الشريحة الخاصة بالحبارة او في التقفيل الخاص بالحبارة، يعني مفيش مشكلة في المكنة نهائيا، وبكده نكون حلنا المشكلة بطريقة سهلة وبسيطة. في نهاية الفيديو اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى الناس تشارك الفيديو مع اصدقائها حتى تعم الفائدة على الجميع. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.